الإسعافات الأولية في حالات الإغماء. إذا شعر الشخص بأنه سيفقد وعيه، ساعده أن يجلس على كرسي ويميل للأمام حتى يضع رأسه بين ركبتيه. اطلب منه أن يأخذ نفساً عميقاً. تأكد من وجود هواء نقي حوله. إذا فقد الشخص وعيه بالفعل، اجعل المصاب ينام على ظهره مستقيماً مع رفع الساقين. ارخي ملابس المصاب الضيقة، خاصة حول الرقبة. أبعد أي تجمع حوله حتى يتجدد الهواء. معلومات بسيطة لكن يمكن تنقذ حياة إنسان.